في هذه اللحظات ينطلق الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للحجايج الجعادين. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة. ها هي الانطلاقة تشاهدونها على الشاشة. يا سلام على هذه الانطلاقة للحجايج الجعادين. نسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط، رشاهين في المركز الأول للسيد محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، يسيطر منذ البداية على الانطلاقة. نشوف اللي في المركز الثاني، ناخذ اللي في المركز الثاني للسيد محمد بن غريب بن راشد الاجتبي اسمه الصيرمي للسيد محمد بن غريب بن راشد الاجتبي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث مولع للسيد سعيد بن سالم بن سيف الدرعي. وفي المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع، ناخذ اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات. أرى اللي في المركز الرابع الكاسبي للسيد أحمد بن محمد بن سعيد، اللي في المركز الرابع العامري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس صوغان للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس، المركز السادس نشوف في هذه اللحظات. يا سلام، مولع وصوغان، مولع وصوغان، المعركة شديدة، المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، معالج، عالج الأمور، معالج للسيد أحمد بن محمد بن كراد المهيري على مقدمة هذا الشوط. يندفع، يا سلام يا بن كراز، يا سلام على معالج يعالج الأمور. أسعد الله صباحك بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان دستور. تهانينا للسيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري على فوز معالج بمقدمة هذا الشوط و ناموسي هذا الشوط. صباح الخير يا هل زعبيل، تهانينا للسيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري على فوز معالج بالمركز الأول. المركز الثاني الظبي للسيد حمدان بن نايف الرشيدي. المركز الثالث، المركز الثالث مولع وصل في المركز الثالث للسيد سعيد بن سالم بن سيف الدرعي. المركز الرابع، المركز الرابع سراب للسيد سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الخامس الكاسبي للسيد أحمد بن محمد بن سعيد بالعضيلي العامري. التوقيت الزمني ساعة وصول معالج إلى خط النهاية 4:37:9. تهانينا للسيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري والذي وصل في المركز الثاني. المركز الثاني الظبي وصل في المركز الثاني. نشوف توقيت الظبي ساعة وصوله إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 3 كيلومتر 4:40:07 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حماد بن نايض الرشيدي والذي وصل في المركز الثالث. مولع 4:41 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن سالم بن سيف الدرعي. تهانينا للجميع والناموس.